أعزائي مشاهدي القلم الفضائية، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد والمباشر من هذا اليوم باش نخصصوه باش نحكيو فيه على كرة القدم التونسية بعد ترشح المنتخب الوطني التونسي لنهائيات كأس العالم والترشح الإداري. باش نحكيو مع بعضنا على أمجاد ملحمة 1978 ونكبة 2013، صح القول للنكبة هذه، ما هي حيثية الترشح هذه، شنو تأثير أو حدود التأثير السياسي في الرياضة التونسية خاصة في سياسات الرياضة التونسية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. يحضر معايا في الأستوديو اليوم سي أنيس بوجلبان لاعب دولي، أهلا وسهلا بك سي أنيس. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. كذلك يحضر معنا سيد مختار ذبيب لاعب دولي سابق أنسنا، مرحبا بك سي مختار. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. باش يدخل معنا بعد إن شاء الله بالهاتف سي أنيس بن بيم اللي هو محامي ومحامي مختص في القانون الرياضي، باش نحكيه معاه في حدود التدخل السياسي في الرياضة التونسية وكرة القدم التونسية. كذلك معنا باش يكون سي حافظ حميد رئيس جامعة الرئيس النجم الرياضي الساحلي سابقا، باش نحكيه معاه في تجربته في فترة رئاسة الجمعية. كذلك سي خالد حسني محلل رياضي باش يكون حاضر معنا في عبر الهاتف، وكيف كيف يلتحق بنا بعد شوية سي زبير السافي لاعب دولي سابق كذلك في الاستوديو. نكملوا مع بعضنا الحصة هذه إن شاء الله في حدود 10:30 مساء. نمشيو سي مختار. سي مختار قلت باش نحكيوا على ملحمة أمجاد 1978، كان الدرابو عزيز ولا يزال عزيز، كان جوار اللاعبية التوانسة كانوا يظهر لي يلعبوا على المريول ولا غير المريول، ما يحكيوش على السياسة، ما عندهمش حتى انتماءات حزبية، كل شيء قدامهم هو تونس ودرابو تونس. صحيح، معناتها أول مشاركة لتونس في كأس العالم كانت 78 مع ملحمة الأرجنتين، وهذا أيام الزمن الجميل، معناتها وقتها ما كانتش فيه احتراف وكانت الهواية، كنا من نادي الساقسي معناتها محمد علي عقيد الله يرحمه، محمد العقمي، مختار ذويب، كانت أسماء لامعة، طارق ذياب وعتوقة وتميم، هذوما أسماء لامعة معناتها صنعوا مجد الكرة التونسية سنة 78 وقت اللي ما كانش احتراف. وزيد على ذلك معناتها تونس يلزمها تربح، معناتها بلد وحيد من أفريقيا يلزمك تربح المغرب ومصر والجزائر ونيجيريا، وافريقيا كامله تترشح فريق واحد اللي هو الفريق القومي التونسي. ثمت نذكر مثلا على سبيل المثال الفريق المصري كان في محمود الخطيب، مختار، حسن شحاته، حقيقه اسماء هذوما لامعه في كره القدم من المغرب، تشوفوا فراس وعسيله والعربي. الفريق التونسي الحمد لله معناتها، وكانت وهي علاش تسميت ملحمه الأرجنتين، واللي احلى من هذايا هو مدرب تونسي اللي هو اسمه عمجيد شتالي والحمد لله. معناتها عمجيد شتالي هذايا كان معناتها فرض علينا باش نكونوا الناس كل يد واحده، ملحمه واحده، ما ثماش هذايا من الترجي والافريقي والملعب التونسي، الناس كل عندنا رايه واحده، وكنا معناتها في تربصات معناتها ديما من كل اثنين وثلاث واربع وخميس نكونوا على ذمه الفريق القومي، يوم الجمعه نرجع للنادي الرياضي الصفاقسي. هاي ثمدي، وكانت معناتها الملحمه معناتها المسيره كانت الحمد لله موفقه، وتونس معناتها برزت في الارجنتين ولعبنا ضد عمالقه، معناتها وكانت المشاركه نتاعنا المقابله الاولى ضد المكسيك، المقابله الثانيه ضد بولونيا، والمقابله الثالثه ضد المانيا اللي هي هزت كاس العالم قبل باربع سنوات. والحقيقه معناتها الحمد لله في المقابله الاولى في الشوط الاول كنا منهزمين 1-0، وفي ما بين الشوطين تخلى المدرب معناتها عمجيد شتالي وكان منفعل انفعال كبير وقال المكسيك ماهيش خير منكم، وعمل علم تونس معناتها في حجره الملابس وقالنا ما نزيدكم حتى شيء وما نقول لكم حتى شيء، قدامكم العلم وقدامكم الوطن ونحب النتيجه معناتها تكون ايجابيه، والحمد لله معناتها في الشوط الثاني ولينا وفزنا 3-1. وهذا معناتها ندل على شيء معناتها اللي الحمد لله في وقت في الزمن الجميل معناتها كنا نلعبوا على المريول، وكانت معناتها الناس غايه واحده هي اسعاد الجمهور التونسي. ووقت جينا معناتها من الارجنتين كان استقبال رائع، والناس الكل توا انا نقول لهم توا في عصر الاحتراف ثم فلوس وثم ماديات، لكن اللي صورنا فلوس احلى من كل هذايا هي حب الناس. وللوقت الحاضر معناتها يذكروا اسماء عتوقة وتميم بالاسم والفريق اللي شارك في الارجنتين، معناتها الاجيال كل وقت تقول لهم من عتوقة يسميهم لك بدون استثناء، وهذا هو الكسب العظيم اللي كسبناه ان شاء الله. قلت لي سي مختار كان زمن جميل، شنو اللي تبدل تو؟ الناس كل قبل كنت تلعبوا على المريول
تو على شنو؟ والله تو المادة ضغط عنا قبل العيب معناتها باش النادي الصفاقسي يتحول معناتها للترجي ولا ما كانش احتراف معناتها كان الغاية الوحيدة هو تحسن مستقبلك. هو النادي الصفاقسي معناتها النادي اللي تميله هو يحسن لك معناتها مورد رزق اللي هي شغل قار تضمن به مستقبلك لا غير. ما كانتش الظروف اللعب في نادي الصفاقسي ولا في الأندية الأخرى نادي الصفاقسي ولا الفريق الوطني التونسي ما ثماش معناتها هي الدفاع على المريول اللي تدافع عليه يثبني النادي الصفاقسي ندافع على مريول النادي الصفاقسي الفريق الوطني هي مهمة معناتها وطنية ووقت اللي معناتها النشيد الرسمي حقيقة وفي رفع العلم التونسي الإنسان ينسى أبوه ينسى أخوه ينسى أهله ينسى عائلته غاية واحدة قدامه هي الوطن والحمد لله معناتها هذا معناتها الشيء اللي تميز به الفريق الوطني معناتها بتاع 78 وكانت الإمكانيات معناتها ضئيلة وضعيفة تنقلتنا في الكواليس أنا وحمد العاقبي وعقيد الله يرحمه كنا معناتها من الجامعة يعطيونا 4 دينارات والتنقلات نتاعنا كل واحد يدفع 12 دينار معناتها نزيدوا 8 دينارات من مكاتبنا باش نتحولوا نتنقلوا لتونس باش نقوموا بالتربصات ولذا معناتها ما كانتش امكانيات موجوده ما كانتش تشجيعات لكن الحمد لله معناتها هذا شيء يقعد لنا للتاريخ وكسبنا معناتها الكسب الكبير هو اللي قلته لك هو حب الجماهير التونسيه. شو لازم نقول الملاعبيه نتاع توا اللي نسمعوا فيه شهاري خيالية أرقام خيالية وفلوس وهذا هو معناتها تو نشوف وقت تشوفوا الرياضة التونسية معناتها من 78 ل 2013 نشوفوا المردود مع كامل احتراماتي اللاعبين معناتها متاع 2013 واللي قبلها معناتها الناس تو شفنا فريق 2004 وشفنا فرق وطلعت لاعبين معناتها تونس معناتها مفخرة معناتها بين الدول العربية اللي عندنا أسماء ما شاء الله من بعد 78 ثم تواصل لكن في 2013 شفنا معناتها المستوى نقص سياسي حقا هو من 2010 فما شويه من 2010 معناتها شفنا المستوى ثم تردي معناتها في مردود معناتها الكرة التونسية ولذا هنا يلزمنا نراجع أنفسنا ويلزمنا نراجع رياضتنا ندل على شيء زاد نراجع معناتها نراجع هذه وقفة التأمل للجامعة التونسية لكرة القدم اللي وصلنا للحالة هذه تونس راهو اسم كبير معناتها ولينا نسمع باسماء معناتها ناس تو كي بدات الكوره ولات تفوز على الفريق القومي التونسي وهذه كارثه معناتها بالنسبه لتونس. جايين الفوز جيد باش نجيك انيس لعبت في صلب المنتخب الوطني التونسي كنت حاضر في اغلب في برشا مباريات وكنتوا تلعبوا على المريول شنو تبدل؟ شنو تبدل تو؟ مقارنه بجيلسي مختار ولا مقارنه بجيلسي مختار وبالفتره اللي كنت تلعب فيها انت؟ مثل شيء راهو كل كما نقولوا كل وقت وقته يعني في وقت سي مختار ممكن ما كانش فما كما قال عقود ما فماش انتقالات من الملاعب من الفريق الفريق فماش برشا فلوس تو تبدلت الكره ما عادش الكره لعبها سي مختار تو الكره ولات سبيكتاكل تو الناس تو ولينا نحكيوا على حقوق البث ولينا نحكيوا على احتراف فما الدول الاوروبيه الخليجيه يعني ملاعب يتبدل طموحه بصراحه شفت انت يعني سي مختار جيله ممكن ثم ملاعبية كعبات اللي قعدوا لباس الباقي يشوف يعني بصراحة يعني ما خذوش حظ لا فلوس ولا شهرة يعني توا تبدلت الكرة توا مش للأسف مي توا الملاعبي توا بالنسبة له ما فماش انتماء الفريق توا بالنسبة له فما عقد يزمو يحترم العقد يزمو يكون في الوقت يزمو يعطي على قد الفلوس اللي قاعد ياخذ فيه ومن بعد ديك كيف لعبه فلوس معناتها ما عادش لا فلوس تو هذاك هو الواقع يعني بصراحه يعني ما عادش الملاعبي صحيح ثم يعني فرحه نتاع تفوز بكاس افريقيا ولا تعدي كاس العالم ولا تفرح الناس صحيح سي ان اوبجيكتيف مي الاوبجيكتيف الاولاني الفلوس لانه الملاعبي بصراحه يعني شفنا يعني الملاعبي وقت اللي يلعب الناس كل يعني بكل تتحلوا اي قضيه يجم يقضيها فلوس عنده نهار اللي يكمل ما عاد يشوفوا حد ممكن ملاعبي ولا يقول لك خويا انا علاش ما نخممش على روحي حتى انا كمان بون باش نحكيوا شويه ممكن على الجيل هذا الجيل هذا ما نتصورش انه السبب فيه هو انا بصراحه ضد الناس اللي يقولوا ما عندناش ملاعبيه عندنا الملاعبيه موجودين في الجيل هذا موجودين ملاعبيه خلال شكون جاينا عمل الاطار الفني من شكون الخلل انا اعتقد انه المسؤول الاول على الاخفاق في الكرة التونسية الجامعة المكتب الجامعي لأنه بصراحة أول حاجة بالنسبة لي تروازي شيك ورا بعضهم يعني شفت أنت أول ما بدينا طحنا في من الدور الأول في كأس الإفريقية وقالوا لا سامي هو كبش الفداء مش سامي ولا من غيره المدرب بعد
الشان. بعد الشان قالوا لا ما احناش لا شان ماهيش اوبجيكتيف، لا خليها خلينا نركزوا على كاس العالم. بعد شفت يعني في كاس العالم والنكسه اوريزمون يعني الفيفا انصفتنا، اوريزمون انه يعني عيب انه تونس نطيحوا ضد الراس الاخضر في تونس وفي رادس ونخسر، وبالبريستاسيون اللي شفناها يعني حتى حد شفنا شويه شويه لعب. دونك نعتقد انه الخلل في الجامعه اول حاجه، حتى في علاقه يعني شفت مثلا اليوم انا قريت يوسف الزوي اللي هو مدير فني يقول نبهنا نبيل معلول اخطاء سيمي ترابلسي لكن ما سمعناش. انت كجامعه المفروض حتى علاقه العلاقه بين المدير الفني والمدرب توريها. اتو نرجعوا للاسباب خاطر باش نحكي شويه خاطر مازال من بعد باش يلتحق بينا سي زبير كامل مع سي مختار، لانه نقولوا احنا ضيف شرف عنا اليوم الزمن الجميل ووليداتنا اللي توا معناتها شلون كيفاش ينجموا يتجاوزوا وقال خلل من الجامعه. الجامعه قبل كانت تلعب على تحث لي جوغ نتاعها باش يلعبوا على الدرابو، توا فما تدخل سياسي حسب رايك في 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 مردود اللاعبين؟ والله بالنسبه معناتها الكره تقدم معناتها السياسه للسياسه والرياضه تقدم، اذا كان مش نسيس كورتنا واذا كان مش لكن احنا لاحظنا الشيء هذا في على نطاق الجامعه حبوا يسيسوا الرياضه وقت، ويعرف انيس وتعرف الناس كله راي العام كامل معناتها وصل لرئيس جامعه كاتب معناتها وزير اول، وهذا شيء بعيد. وزاره الرياضه هي يلزم اللي يحترم ميثاق الرياضي، وزاره الرياضه تابع رياضه وزارة معناتها الجامعة تحترم معناتها دورها. ولذا معناتها الشيء والعيب الكبير والداء الكبير عندنا هو في رياضتنا هما ناس مع كامل احتراماتي للمكتب الجامعي الحالي هو يلزم في صلب الجامعة يكونوا ناس رياضيين لعبوا رياضة. خلي الطب للأطباء وخلي المحاماة المحامين مع كامل احتراماتنا ثم ناس خدمة رياضة وعلى أعلى مستوى نعرفوهم أطباء، لكن يلزم التعامل بناس معناتها وتبارك الله عندنا كفاءات ما شاء الله معناتها رياضيين معناتها مثقفين ومتكونين على تكوين ولذا هذا هو اللي ينقصنا في جامعتنا. تحس ثم خلل، تحس للكورة معناتها ولات مسيسة. ولذا بكل أمانة يلزمنا نراجعوا أنفسنا، وإذا كان نحبوا ننظروا بكورتنا يلزم معناتها مكتب جامعي معناتها يكون يلم معناتها أسماء الناس اللي خدمت الرياضة هذوما اللي يثموا. ثم حاجة ما يعرفوهاش ممكن الناس هي ثم كل كورون يتعدى بيني وبين أنيس بوجلبان معناتها من عند ربي هكاكا معناتها رياضي من رياضي. أما تجي باش رئيس الجامعة في طب ولا في حاجة ولا في مهنة أخرى وتجي تبلغ له المعلومة ولا باش تحكي معاه ما يتعداش هذا، وهذا هو ولذا هذا يلزمنا نراجعوا أنفسنا. وثم معناتها حاجات يلزمهم نبدوها نبداوها من الصفر، وهذا باش نرضوا بكورتنا التونسيه. باش نرجع بك شويه الى الوراء في السبعينات والثمانينات، ما مدى تواصل السياسيين بالرياضيين؟ معناتها كان فما تراو سياسيين يمشي وتشوفوهم من والله الوزاره؟ ما كان بالعكس معناتها على في الجيل نتاعنا معناتها كان الوزير وقتها السي فؤاد مبزع كان يجينا للفندق معناتها نهار المقابله مثلا الرسميه قبل بنهار ما رفع من معنويات نتاعنا وتشجيع وكل واحد يجي يحس عندك شي مشكله عندك شي كذا. ما كانش فما تسلط او تاثير سياسيين على الرياضيين، مستحيل للرياضيين والسياسه للسياسيين، وهذا هو معناتها سر النجاح. عام 78 نحكي على الجيل اللي عشت فيه ما عمرنا لكنا نحكي ولا في سياسه ولا نعيشوا مع سياسيين ولا يجيونا سياسيين. كانوا معناتها يبلغونا اعضاء الجامعه وقتها ربي يذكرهم بالخير سليم علول رئيس الجامعه وسي فؤاد هو رئيس معناتها الوزير الشباب والرياضه، هذوما مش معناتها مسؤولين هذوما ولا مسيرين، هذوما ديما عن قرب واخوتنا الكبار معناتها يجيو يحسوا بمشاكلنا. وكان كل واحد معناتها الامانه معناتها كنا لاعبين نمروا بظروف صعيبه معناتها من اي لاعب معناتها او كشنو الواحد يطالب تحسين وضع تحسين معناتها وضعية باش ترخيص باش هكا، هذا هو لا غير. ولذا معناتها الرياضه معناتها نصيحه يلزمنا ما نسيسوش رياضتنا، نبعدوا معناتها على تسييس الرياضه ونحطوا الناس الاهل معناتها اهل الذكر اللي هما معناتها يجموا يفيدوا عندنا. ما شاء الله عندنا مثلا واحد كي زياد التلمساني تبارك الله كفاءه وانسان مثقف ولاعب دولي واحد هذا على سبيل الذكر معناتها مثال من امثال اللي هو معناتها مش بافكاره يجم يفيد الفريق القومي ويجم يفيد كرة. علاش هذين نبعدوه؟ أنيس بوجلبان مختار ذويب
حتى من طرابلسي معناتها ثم ياسر الناس اللي هما يفيدوا حتى بالفكره، لكن نشوفوا هما يتقلقوا من الرياضيين يشوف اللي هو معناتها قرب بوجلبان ولا حاتم ولا واحد خطر ليهم هما، ولذا هذا بالعكس انت وقت قرب الناس هذوما يسهلوا لك المأمورية ويوقفوا معناتها بجانب اللاعبين وكل واحد يعرف الارضيه يثبني يوجهوا ويرجدوا. هذا هو اللي ناقصنا في تونس. رايك سي مختار قبل ما تغادرنا، رايك في ترشح الاداري للمنتخب وضربه الحظ هذه اللي جاتنا، مع العلم انه توا كي نرجعوا هيستوريك احنا ديما في ضربات الحظ بالنسبه للمنتخب؟ والله بالنسبه لينا ما احنا معناتها كتوانسه وما نغطيوش عين الشمس بغلا، هي خيبه امل معناتها بالنسبه لكل التونسيين بعد معناتها هذه كل، وتونس معناتها الامكانيات الوزاره وفرت كل شيء، الجماهير هذه معناتها عايشه على الامل اللي تونس باش ترشح المونديال، معناتها كنا بفارق كبير ياسر ثمت اليوم نلقاو انهزمنا وترشحنا اداريا. انا كتونسي معناتها متالم ومتحسر على الوضعيه اللي وقفنا فيها، لكن ما يمنعش اللي بالعكس الترشح هذا يلزمنا نوقفوا الناس كل يد واحده، المسؤولين يلزمهم يراجعوا انفسهم ويخليوا الحسابات، يخليوا الرياضة للرياضيين والسياسة للسياسيين، ونعملوا اليد في اليد ونعيشوا المرحلة هذه الصغيرة لمصلحة تونس. أثمني وإن شاء الله معناتها أمنيتي باش نشوفوا تونس ما نشوفوش ما نشوفوهاش غايبة، نحبوها ديما حاضرة في المحافل الدولية وإن شاء الله نشوفوها. تكهناتك بالنسبة للترشح الإداري؟ والله والله أنا بكل أمل هذه معناتها بكل تفاؤل، على خاطرش مواطن تونسي ونحس نحس بالألم اللي وصلنا فيه، هذا رجة نفسية إن شاء الله مش تكون للاعبين والمسؤولين والمسيرين ومن أعلى مستوى والجماهير، الناس كل كنا في غيبوبة وفقنا، ولذا إن شاء الله نراجع أنفسنا ونكونوا معناتها عند حسن الظن، وأنا متفائل معناتها بالفريق التونسي إن شاء الله فيكون في كأس العالم في البرازيل إن شاء الله. أعطينا توصياتك للسياسيين واللاعبين والطاقم الفني وحتى السياسيين اللي داخلين رواحهم شوية في الفريق. والله شو نقول لهم، أنا نقول لهم نصيحة أخوية، معناتها أهل السياسة للسياسيين وأهل الرياضة يقعدوا للرياضيين، والكلمة الأولى والأخيرة هما يا ناس شاركوا وقربوا بحذاك الناس معناتها الشرفاء، الناس اللي هما نظاف اللي عطات الكرة التونسية راهم يفيدوكم يعينوكم مش يعملوا لكم العصا في العجلة، بالعكس اللي تفكروه بالعكس وهذا هو باش تقدم تونسنا وباش نجموا نتصالحوا مع كرتنا التونسية إن شاء الله. زملائي في البث يقولوا عنا مكالمة هاتفية يحب يحكي، فما شكون يحب يتدخل يتحدث مع سي مختار ديب قبل ما يغادرنا، لكن حاب نذكركم خرجنا للشارع التونسي وسألنا إيه قلنا له شنو رايك في ترشح المنتخب الوطني التونسي ضربة حظ وإلا لا؟ أكيد الناس كل أجمع أنها ضربة حظ، كيف شنو هل السياسة عندها دخل في الرياضة التونسية خاصة في الأندية اللي توا كل فريق نلاحظوا انه يا المسيره او الاطار الفني او حتى رئيس الجمعيه يكون ينتمي الى حزب معين. بعد شويه كما قلت لكم عنا سي حافظ حميد رئيس النجم الرياضي الساحلي السابق، مش عطينا تجربته فيما يخص التدخل السياسي في رئاسه الجمعيه. كيف سي انيس بن ميم هو مختص في القانون الرياضي باش يتكلم معنا على ما مدى تاثير او حدود التاثير السياسي في الرياضه التونسيه، ومع سي خالد حسني نختم لقائنا اليوم. نرجع للسي أنيس قبل ما تجينا المكالمة الهاتفية مفاجأة، ما نعرفش شكون معنا السي مختار. أنيس الأندية نتاعنا تبارك الله ماهيش ناقصة، معناها نشوفوا نادي الرياضي الصفاقسي، نشوفوا الترجي الرياضي التونسي، النادي الإفريقي، النجم الرياضي الساحلي، عندنا كفاءات. من بعد كي نجيو نشوفوهم في المنتخب نلقاو الشوت توتال هذايا، معناتها هاو الفريق المنتخب الوطني نتاعنا من أنغولا 2010 كأس أفريقيا للأمم المنتخب يخرج من الدور الأول، نمشي والكأس أفريقيا عنا زادة معنا. شكون حمزة؟ سامحني أنيس، أنيس بن ميم، سي أنيس بن ميم، بيت حسن على سي أنيس بن ميم، أهلا وسهلا بك سي أنيس. ألو ألو سي أنيس، مرحبا بك. أهلا بك، مساء الخير ليك ومساء الخير لكل مشاهدي قناة القلم. أنسنا سي أنيس اليوم في رجع الصدى، اليوم رجع الصدى باش نحكيو فيه على حدود التدخل السياسي في الشأن الرياضي. بحذايا سي أنيس بوجلبان، بحذايا سي مختار ذيب، نجم نتكلم سي مختار قبل ما نبداو نحكيو معاك في ما مدى حدود تأثير التدخل السياسي في الرياضة التونسية.
والله هو بالنسبة للتدخل بصفة عامة، هو بالنسبة لتعليمات الفيفا وتوجيهات الفيفا منذ 2007 تحرم تقريبا التدخل السياسي في الرياضي، وتعاقب أصلا على التدخل السياسي في الرياضي على اعتبار أن مثل هذا التدخل تجبه الفيفا لوائحها في توصياتها وتوجيهاتها، وتعتبر أن كل بلد فيه تدخل من السياسي على الرياضة تعاقب بتعليق نشاط الاتحاد إلى حين استرجاع السلطة الرياضية لكافة صلاحياتها وسلطاتها وتمنع أي تدخل سياسي في الرياضة. هذا من ناحية. أصلا حتى الفيفا تمنع في بمقتضى القانون عدد 4 للفيفا استعمال الشعارات السياسية في أثناء المباريات الرياضية، استعمال كل ما هو تعبير عن موقف سياسي ما أثناء اللعبة بمعلقات ولا بشعارات على الأقمشة اللاعبين، وتعاقب أصلا حتى الشخص أو اللاعب أو الاتحاد الذي يستعمل مثل هذه الشعارات بحتى حرمانه من المشاركة في المسابقات. إذن معناتها قانونيا ممنوع كل تدخل سواء حتى لوائح الفيفا أو لوائح الكاف أو الاتحاد معناتها الأولمبي الدولي، معناتها اللجنة الوطنية اللجنة الدولية الأولمبية سيو تمنع كل الاستعمالات للفيفا، وتهدد حتى أن اللجنة الدولية الأولمبية سحبت في ذات مسابقة الميدالية من أحد المتبرين على اعتبار أنه استعمل أحد الشعارات السياسية ورفع أحد الشعارات السياسية أثناء ما بعد فوزه في أحد المسابقات وتم سحب الميدالية منه بسبب ذلك التصرف. طيب سيانيس، نشوفوا أنه فما العديد من الوجوه الرياضية نلقاوها في أحزاب سياسية، نجم نذكر منها سينابيل معلول، نجم نذكر منها قبل كنا نعرف سليم شافوك وين كان ومع شكون يخدم، مهدي بن غربية غير برشا أسماء حتى يد دهماني في جرومبيليا، يعني وجوه سياسية تستعمل معناتها الفرق نتاعها وتستعمل الانتماء الفرق نتاعها باش يمكن تعمل بروباغاند لحملات انتخابية أو غيره. هذا مجبو قانونيا معناتها ينجم يكون فما فصل بينه ولا لا؟ لا شوف، هو بالنسبة للجمعيات الرياضية على الأقل أو الجمعيات بصفة عامة، هو فما الفصل 47 يمنع، الفصل 9 من قانون منظم الجمعيات يمنع على أعضاء الأحزاب المركزية بعد على أعضاء اللجان المركزية أو رؤساء الأحزاب أن يكونوا في الهيئات المديرة للجمعيات، ويستثني الجمعيات التي لها أنظمة قانونية خاصة. بقراءتنا القانونية أنه الجمعيات الرياضية هي جمعيات عندها خصوصية ولها تنظيم قانوني خاص ولها نظام قانوني خاص ومستقل ومختلف عن باقي الجمعيات، وبالتالي لا مانع من الجمع بين الصفة السياسية والصفة الرياضية. ولو أنه أنا أرى الإشكال مش في مجرد الجمع فقط، هل أنه هؤلاء السياسة أو المسؤولين في نفس الوقت استعملوا جمعياتهم كواجهة السياسية لأحزابهم أم لا؟ إذا مجرد الانتماء أو مجرد حمل الصفة، اليوم نحن في بلد ديمقراطي فيه تعدد الأنشطة السياسية الحزبية الثقافية وغيرها، بالتالي ما زاد الإنسان العضو في هيئة مديرة ما هوش مواطن أقل من العادة أو مواطن من الدرجة الثانية، هو مواطن بطبيعة الحال يتفاعل مع الحياة السياسية، مع الجو الديمقراطي في هذه البلاد، مع الثورة الجديدة اللي حصلت في البلاد، وبطبيعة الحال له أن ينتمي لأحد الأحزاب السياسية، لكن يمنع عليه استعمال الجمعية الرياضية كواجهة لحزبي أو واجهة لدعاية لحزبي. حاليا وبكل معناتها موضوعية، لم نرى أي شخص من هؤلاء الأساس استعمل يوما وضعيته السياسية أو صفته الحزبية لتوجيه واستعملها داخل الجمعية الرياضية عبر معلقات أو شعارات تحمل الأقمة تدعم هذا الحزب أو تشب تصرفات حزب ما. كل ما رينا اليوم الحقيقة الناس كل تجمع أن الرياضة ما زالت بمعزل عن السياسة، ما زالت بعيدة عن السياسة وبتأثيرات السياسيين فيها، لأنه أصلا الجماهير الرياضية ترفض حصرها داخل الأحزاب، وهذا يراه مواشي وليد الثورة الحقيقة باش نبداو واضحين. كل ما كانت الجمعية مع الجماهير الرياضية وأبناء الفراج تحديدا كانوا ديما بعاد على السياسة وبعاد على التأثيرات السياسية وبعاد على تدخل السياسة منذ حتى قبل الثورة ولا بعدها، وهذا معناتها نعتبره يعطي حصانة للكرة ويعطي حصانة للرياضة في البلاد التونسية، وإن شاء الله تقعد الكرة كان للرياضيين وللكورجية بعيدا عن تدخلات السياسة فيها، وأهل السياسة لهم ميدان واسع وشاسع وميدان ديمقراطي يمكن أن يعبروا فيه على آرائهم السياسية، فليتركوا لنا على الأقل الرياضة بعيدة عن كل هذه التجاذبات.
شكرا لك سي أنيس بن ميم مختص في القانون الرياضي، كنت معنا فيما يخص حدود التدخل السياسي في الرياضة التونسية. باش نتعداو لفاصل إعلاني باش نبعدو سي مختار الذويب، المكالمة الهاتفية اللي كانت تخصك ما تحصلناش عليها، لكن شرف كبير أنك تكون حاضر بحذانا، وإن شاء الله كلمتك توصل للملاعبية التونسة وتوصل للجامعة وحتى لكل الإطارات الفنية. أنس نمشيو الفاصل الإعلاني بعد نرجعو نكملو في رجع الصدى بالنسبة لليلة. حقيقة الانقلاب في تونس ما بعد الثورة بين التأكيد والتفنيد، مع رئيس حزب الرفاه التونسي الأستاذ محمد الفقي. من المتسبب في إخراج بعد الثورة جميع المساجين من كافة تراب الجمهورية من السجون؟ هناك بالفعل مستفيدين من وجود البلاد في فوضى، كوارثها والمشاكل الاجتماعية اللي قاعدة تصير لإلهاء الشعب. والله ثم لوبي قوي في تونس يخدم على روحه، فهاللوبي هذايا بطبيعته فهمتي ولا يهمه أنه أي ماكينة يحب يحركها في تونس تتحرك. حقائق حصرية يكشف عنها المدون ياسين العياري. أول انقلاب التجمع مثلا رفع يده من بن علي ظنا من أن بن علي هو حجر في طريقه. ثم الاجتماع الشهير اللي صار في سوسة بين رجال أعمال قالوا يزي من بن علي ونشوفوا نعاونوا الناس خل تخرجوا خل ناخذوا احنا الحكم. ثم الناس مجرد انها توصل للسلطه مستعده مش السيناريو المصري، السيناريو الصومالي، السيناريو الانغولي، اي سيناريو ممكن، المهم هما في السلطه. اللي قام به الرئيس مصر مرزوقي في الجيش وضع الجيش خارج اللعبه السياسيه، يعني اقالته سيد عمار، نقول إقالته لأن سيد عمار لم يستقيل وأقيل، وهو ممنوع من السفر اليوم، وقدرت ربي بعد أشهر قليلة دوسي متاعه قاعد يحضر تترونه في السجن. كل هذا في حلقة هذا الأحد من متابعات عن قرب. أعزائنا المشاهدين، اليوم باش نحكيو على من يتحمل مسؤولية الإخفاق بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، وشنو هي حدود القرار السياسي وتدخله في الرياضة التونسية ما بعد ترشح المنتخب الوطني التونسي إلى نهائيات كأس العالم. نعاود نذكركم بحثنا في الاستوديو سي أنيس بوجلبان لاعب دولي سابق، مرحبا بك مرة أخرى سي أنيس. التحق بنا سي زبير سيفي لاعب في نادي الرياضي صفاقسي سابقا، أهلا وسهلا بك سي زبير. مرحبا بك. اليوم باش نكملوا نحكيو على ما بعد تأهل المنتخب الوطني التونسي. كنت قبل الفاصل طرحت سؤال على أنيس، المنتخب الوطني التونسي يلم العديد من الوجوه بالنسبة للاعبين اللي صغار وعندهم يقولوا في رواحهم، هذه نلقاها في الأندية، الأندية الصغار فيها برشة ملاعبية اللي تثبت روحها على ميدانها، لكن كي نوصل نلقاهم في المنتخب يلقاهم على البنك فماش مردود، والنتيجة أنه خروج من 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 كأس أفريقيا الأمم المنتخب في أمام أنغولا 2010، كيف كيف 2012 كأس أفريقيا عدنا من الدور الأول. علاش الإخفاقات هذه وعلاش الأندية نتاعنا نلقاوها في أو لي جوار نتاعنا نلقاهم في الأندية نتاعهم عندهم مردود طيب لكن التكتيك يختلف في المنتخب الوطني؟ لا وشوف ثم ملاعبيه نتاع منتخب، ثم ملاعبيه تلقاه متالق في الفريق نتاعو لكن يجي المنتخب يولي لاعب عادي، هذا معروف ممكن من معناه مش جديد على تونس. بالنسبه اذا كيفاش نحكيوا عن المباراه الاخيره، اعتقد انه نبيل معروف اخفق في المباراه نتاعو بشهاده نتاعو، قال انه 8 على 10 ما كانوش في فورما، دونك هذه يعني بالنسبه لي شهاده ضمنية من المدرب انه معناها ما حضرش مباراة نتاعو كما يجب، لانه بصراحة فما ملاعبية ما عادش عندهم مكان في المنتخب. ملاعبية ممكن كان يتذكرهم هو في 2010 مع الترجي كانوا في ممكن في التوب نيفو نتاعهم، قاعد ديما يراهم بالنيفو هذاك، لكن الواقع اليوم
انه ثم لاعبيه اخرى برشا في مساوي، فما جينيراسيون اخرى طالعه اللي ما حبش يعطيهم الشانس نتاعهم حتى باش يكونوا قراب من المنتخب. فما تبريرات ما فهمناهاش، مثلا فرجاني سيزي كيفاش ما كانش اساسي في المنتخب، شمس الدين ضوادي اللي في كونفرنس دي بريس قال انه ما يجبش يكون في الاربعه اللي في الاربعه المدافعين اللي اختارهم، رغم اني انا شخصيا نشوف انه هو يلزم يكون شمس الضوادي وشكون معاه بصراحه، يعني فنيا لاعب ممتاز وخير برشا خير برشا من اللي يلعبوا بتاتر، هو عمل برشا على سامي عبد النور في تولوز ومش عارف حقي في شتوتغارت منتقل الحديث، يعني كما نقول خمم في الاسامي اكثر من يخمم في المستوى، لانه يعني بصراحه اليوم فما جينيراسيون طالعه جديده كان نعرفوا نستحفظوا عليها كان يعرفوا يوظفها. ممكن نبيل معلول كما قلت حسب على المباراه هذه عامل الخبره اكثر من عامل الفورمه. اذا باش نرجعوا علاش اليوم احنا نطيحوا من الدور الاول في كاس افريقيا، علاش بالسيف ما نتعداو الكاس العالم ولا بالفيفا ولا ما تعديناش 2010؟ هذا ممكن ملف كبير برشا. يعني نبداو اول حاجه بالملاعب، اول حاجه للملاعبي باش تحكم على ملاعبي يعرف يلعب ولا ما يعرفش يلعب، يعرف يعطي باس ولا لازم توفر له ملعب اقل حاجه. احنا للاسف الملاعب نتاعنا كلها حفر، ما عادش تعرف الملاعب الباهي من الخايب، لانه الملاعب كل كبعضها ما عاد يرادس، فما حتى ملعب، حتى ملعبنا طيب مهيري ظهر لي في حاله يرثى لها. اضافه وقت اللي تبدا يعني بصراحه وصلنا في مباريات نتفرجوا الناس على حسب الملعب المدرب يعمل التكتيك، نشوف مثلا في المرسى ملعب صغير دونك المدرب يعطيهم كونسين الملاعبين العب ديريكت والعب على الدزيمبا، لانه ما يجيبش يخرج كوره ما يجيبش وقت ما عادش يظهر لنا الملاعب الباهي من الخايب. هذاك علاش في المشاكل اللي عندنا في تونس وصلنا للحاله هذه، وصلنا انه نخسر مع الراس الاخضر في رادس وباثنين بلاش وما نعملوا اول اوكازيون ظهر تجي في 60 دقيقه. سي زبير، من يتحمل مسؤوليه الاخفاق بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي؟ نفس السؤال بالنسبه للسي انيس، شكون يتحمل المسؤوليه هذه؟ هل هي اطار فني كامل وملاعبيه الجامعه بدرجه اولى؟ سي نبيل معلول قال انه انا فشلت وهني قدمت استقالتي، هل هي رساله الى بعض السياسيين اللي فشلوا في انهم يديروا المرحله؟ نبداو بشويه بشويه، معناتها شكون يتحمل مسؤوليه الواضح الاخفاق هذا؟ كما قالوا الاخوين الكل واللي يعرفوا الكره اللي هو رئيس الجامعه واللي اختاروا نبيل معلول. نبداو اول حاجه في الاختيار، نبيل معلول المدرب هذا على اي مقياس وعلى اي شنو اخترته للمنتخب؟ نبيل معلول الناس الكل تعرف اللي هو شد اولمبيك الكيف ما نجحش، شد النادي الرياضي البنزرتي ما نجحش، شد الترجي الرياضي التونسي بطبيعه نقول لك اي مدرب يجم ينجح معه يعني بالنسبه هذا عادي فهمت، وشد مساعد مع روجي ليمان يعني هذا من البدايه، هذا الاخفاق الاول من الجامعه واللي اختارت المدرب هذا. هذه اول حاجه اش تفهموا فيها. وتلاحظ هنا ملي المدرب نبيل معلول شد المنتخب، المنتخب قاعد يتراجع. احنا تو وقفنا على المقابله الاخيره، احنا ما نقفوش على المقابله الاخيره وعلى عليها انهزمنا، يعني المردود اللي كان قبل في التصفيات يعني واللي تفرجنا عليه فما شيء يقنع. والغريب في الامر انه يجي هو في بلاتوات ويقول اللي احنا لعبنا كوره وقدم مقابله طيبه وواحد يعني غلط في الراي العام، فهمت؟ من هنا يعني انا لاحظ الهزيمه التالية عاديه بالمردود اللي قاعدين يقدموا فيه مع المدرب هذا عادي جدا. استقالت سي نبيل معلول من المنتخب، هل هي كافيه لهذا الاعتبار؟ ايش رد؟ هو قال استقلت، واي مدرب من بعد يجي يقول استقلت؟ وشكون المتضرر؟ المنتخب والشعب التونسي والجامعه والوزاره والناس الكل. يعني عادي، انا قلت لك من الاول يعني نجم صنفوه هروب من المسؤوليه؟ لا هو انا قلت لك يعني اختياره غلط. يعني انت في الاول الاختيار نتاعو غلط، يعني بطبيعه تو هو استقال مشى على الروح، هذه يعني صفحه وطويناها فهمت، مشى على الروح تو خموا اللي بعده. اللي بعده به تنجيو للي بعده نجيو سامحني نشوف الشجاعه بالعكس ماهوش هروب من المسؤوليه، لانه بصراحه اليوم قال انا فشلت وانسحب. يعني ان شاء الله هذه رساله لرئيس الجامعه، رساله للسياسيين اللي هما فشلوا وباش يدي القايه كما قال انيس، ان شاء الله زاد الجامعه يلزمها تستقيل. جامعه تستقيل. مشينا سالنا للمواطنين التوانسه قلنا لهم شنو رايكم في ترشح الاداري للمنتخب الوطني التونسي لنهائيات كاس العالم، وهل هي ضربه حظ ام لا؟ وشنو رايكم، هل السياسه عندها دخل في الرياضه التونسيه في الوقت هذا ولا لا؟ نمشيو نتفرجوا في الفيديو ومن بعد نرجعوا.
مبروك على تونس ومبروك على الشعب التونسي كامل اللي احنا ترشحنا بضربه حظ. وكما يقولوا معناتها شكون مركة الاول الراس الاخضر، شكون مركة الثاني الراس الاخضر، شكون ترشح تونس. انا اقوى حاجه نحب نقولها لك اللي الجامعه نتاعنا ما في بلاش اصلا، هي مقدمه احتراز وعنده انذار ثاني. هو ما عندوش مش هذاك اللي ربحنا به الاحتراز، احنا ربحنا الاحتراز على خاطر فما جوهر عنده كارتون روج فهمني وما كملش المقابله الرابعه. هذه حاجه تدل اللي للانترونير عمل اللي لازم عليه وللجامعه زاد عملت. ماذا بينا انا بين معلول والجماعه يمشوا ارواحهم ويجيبوا ناس اخرين يخدموا ليكيب ناسيونال فهمت، وماذا بينا يقولوا الناس ناتر. السياسه فسدتها الكره حتى من المستاد وواحد حتى حلاوته ما عادش كيقبل لا جمهور لا حتى شيء، نفسدوها كومبليتمون الكره. والله فما عباد قاعده تخدم في المصالح الحسبيه نتاعها باش تظهر في الصوره وباش تكبر وباش نهار اخر تخدمها الحكايه ذي في الانتخابات الجايه. اخويا بعد ولا سياسه على الكره ياسر كلها ولا تابع السياسه الجمله ولات السياسة خاطر الكلهم اللي شادين المناصب هذه كلهم في ما عندهم يد في السياسه، لازم كل تنحى تبعد على السياسه الكره باش تنجح. ما كانش راهي مست فراس احسن حاجه السياسه لا بالدوله لا بالامور نتاع تونس تبعد على امور الكره. معناها ما عندها دخل ولا فوضى ولا احزاب كل واحد يضرب بتاعه وكذا فهمتني، اذا تعمل شغب حتى في الكره حتى مشاكل في الكره ماذا بيا. معناها كما نقولوا كل واحد اتجاه نتاعه اللي يحبوا شكر العباد الكل استقطبها حزب سليم الرياحي. معناها توا اللي يحب مختار تليلي واللي يحب فوزي بن زرتي ونبيل معلول ماشي نداء تونس. السياسه معناها تغاط السياسه تغاط على الكره، السياسي يخدم السياسه على روحه والسبورتيف يخدم الرياضه على روحه، كل واحد يكون عنده الاستقلاليه نتاعو. هاك الوقت نجموا نحاسبوا الرياضي، اما اذا دخل فيها السياسه ماش نجموا لا نحاسبوا الرياضي ولا نحاسبوا السياسي. السياسه تخدم على روحها والكره تخدم على روحها. في كلمتين الكره ولت مصالح شخصيه. الرأي المواطنين التوانسة في ترشح المنتخب الوطني لنهاية كأس العالم كلهم قالوا ضربة حظ، فما شكون حكي على إدارة المنتخب من سي نبيل معلول للجامعة، أما اللي قال يمشي يرحل وما حاجتش بيه. وبعد حكينا في الجزء الثاني على السياسة تدخل السياسي في الرياضة، أجمع تقريبا المدخلين اللي معنا قالوا أنه فما تدخل سياسي قوي في الرياضة التونسية رواه من رؤساء الأندية من السياسات بعد جوا بشوية. بي سيانيس تعليقك على المواطنين اللي كلهم خيبة أمل على حتى على ترشح قال لك ضربة حظ لكن معناتها مش مخيرين أنه ترشحوا هكا. لا أنا نخير بصراحة نترشحوا هكا خير من بصراحة، لأنه اللي شفناه كان نكسة الكرة القدم التونسية كان ما ترشحناش يعني الحمد إن شاء الله نترشح لأنه زلنا ما ترشحناش كما ترشحوش كاس عالم ظهر لي ممكن مش نقعد نعاني وبرشا اللي تعرف انه امتيازات الماليه اللي تجي للجامعه في حال الترشح لكاس العالم ظهر لي كما شفت يعني الراي العام كل برا اجمع على فشل المكتب الجامعي وعلى فشل يعني الاطار الفني الا رئيس الجامعه اللي ديما يشوف نفسه يعني بالعكس مازال يقيم في روحه مازال يقيم قال لك في يده اسبوع ان شاء الله باش يقيم مش عارف انا المردود المنتخب في خمسة دقائق تقيمه يعني في ما يتقيم بصراحه يعني قال لا مش نقيم ونشوف انا نسبه الاخفاق نتاعي مش عارف انا تونس كامله عارفه اللي هو اخفق الا هو مش شايف ولا هي كان يتعارك مع الوزير مش عارف يعني ممكن حاجه جديده زادت لنا في تونس ولا رئيس الجامعه يتعارك مع الوزير. بون بالنسبه للسياسه من اصل الدنيا مش جديده قبل رؤساء النوادي خلاش يدخلوا قبل كانوا يدخلوا بشي اول حاجه للشهره ثاني حاجه باش ياخذوا منصب معروفين يعني كنت تجم ترجع للتاريخ شوف انه اكثر رؤساء النوادي يعني عندهم مصالح مباشره مع تسليم الشبوب السلطه طبعا طارق ذيب سلطه اخرى معناها في انا بالنسبه لي في الافهام لعبي يعني ملعبي كبير يعني في الاخر يعني ماهوش متطفل على كره القدم ولا متطفل على وزاره الرياضه لانه يعني كنا نعرفوا انجازاته كنا نعرفوا تاريخه يعني ماهيش حاجه جديده لكن تو اللي نشوفوا فيه يعني شفت انت حتى رؤساء نوادي كبار ممكن ما لقاوش حظ في السياسه باش ياخذوا في نوادي ويصرفوا في المليارديرات واش حبا في الجامعات صعيب جدا انا اعتقد انه دخولهم اكثر للشهره واكثر للحملات الانتخابيه دونك قاعدين يستغلوا الكره للسياسه هذه مش حاجه جديده مش توفى ما كانت موجوده قبل وما زالت متواصله. وين الخلل بين الوزاره والجامعه معناها فما تواصل بين الوزاره والجامعه معناتها حتى تو السيد الوزير معناتها ولينا نشوفوا في حفلات تكريميه يحضر فيها وجوه سياسيين ما كناش نراهم معناتها ما كناش نشوفوا وزراء ولا ممثلين سياسيين نشوفهم في لي زونترينمون ولا نشوفهم في حفلات تكريميه تو كل ولينا نشوفوا معناتها فما تواصل بين الجامعه والوزاره. احنا شفنا كل شيء يا اخي زياد على هذه احنا اللي شفنا
شفناه في تونس في الفتره هذه يعني حوايج يعني ممكن وراء الاقل ممكن ما كناش نشوف فيه من قبل. تو لازمنا نستانسوا لازمنا نستانسوا زبير عادي تو عادي بالنسبه لنا تو احنا باش نكونوا تو ربطوا السياسه بالرياضه باش نكونوا واضحين يعني الناس الكل تحكي سيد طارق ذياب مع الجامع هيك هو السياسه السيد الوزير مع الجامع سيد سي طارق ذياب كيعطاه مقلم السيد هذا نبيل معلول راهو ينجمش يكون مدرب منتخب كلامه صحيح طلع يعني تاكيد انه وزير وملاعب كبير بالك على خاطر هذاك نداء تونس هذاك حركه النصر لا لا ما عنده حتى دخل في لا 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 ما عنده حتى دخل بين نداء تونس وبين السبسي والغنوشي مش تولي ناشي السبسي والغنوشي وطارق ووديع الجري ومعلول لا ما عنده حتى دخل احنا توقع قلناها كبين قوسين في الفيتير اللي احنا فريق الاخبار مشكورين ما شكرتهمش خاطر هم اللي حضروا الفيتير هذوما قالوا انه ولات عركه بين سياسيين معناها احزاب دخلت في الرياضه مشيت فيها المنتخب عادي ما قلت لك انا هو وزير وملاعب كبير ما ينكر حد طارق ذياب اللي هو ملاعب كبير كي يعطي يعني رايه كي لاحظ حاجه ناخذه منه بالعكس انا نبت انا في الجامعه ولا رئيس الجامعه من المفروض هو يمشي يدق على السيد طارق ذياب ويسمع رايه وياخذ منه كي ما يبداوش الزوز متفاهمين واللي اكد هذايا اكثر منه اللي رئيس الجامعه ما يحبش يتواصل مع طارق ذياب عليه على خاطر هو مختاروا اول مختاروا بين نبيل معلول وخالد بن يحيى من المفروض كي خلينا نبيل معلول يعني عادي جدا بعد نحى نبيل معلول تحط الثاني اللي هو خالد بن يحيى اللي قال عليه طارق ذيب حتى في الليسته اللي حطوها نتاع اربع انترونيرات ما فماش خالد بن يحيى يعني فما ماهر كنزاري فما كرول فما نتاع الليتوال لافاني فما ماهر الكنزاري ومنظر كبير نشوفوا مسؤوليه وديع الجري اللي نحى سامي وحط نبيل معلول معناتها باش نشوفوا وين مسؤوليته رئيس الجامعه هو اول حاجه باش نبداو احنا الخاطر فما موضوع نتاع بدينا ندخلوا في حديث بين محامي وطبيب ولاعب انا بالنسبه لي انا ما عندي حتى مشكل المحامي لازم يكون محامي في الجامعه فما محامي وفما طبيب اما في الامور الفنيه يزم يكون فني رياضي. فني رياضي رياضي يعني يكون فني كي يقيم لك اللاعب ويقيم لك الخطة التكتيكية ويقيم لك والإداري يكون محامي باش العقود ومتابعة أمور إدارية فهمت أما يجي رئيس جامعة والأعضاء متاعه الكلهم ما هماش فيهمش رياضي مش قيم مدرب شنية الإمكانيات متاعك ولا شنو على شنو أنت مش تقيم ما عندك حتى إمكانيات باش تقيم يزم يكون رياضيين ويزم يكون عباد ونات واضحين بالحق يعني يزم يكونوا في الجامعة عباد صادقين يحبوا يخدموا الكرة للكرة أنا نشوف تول حتى اللي موجودين في الجامعة عباد تخدم مصالحها فما عباد دخلت وأنا أؤكد لك هذه دخلت حتى باش تضرب طارق ذياب وقاعدة تقوم تصرح في البلاتوات وتحكي على خاطر رئيس الجامعة عليه هذه مصالح نساو مصلحة تونس والشعب التونسي والكرة ويخموا في مصالحهم هم هما موجودين بالنسبة أنا رأيي أنا ما كثرش من الخفاق هذا يعني ما كثرش ما ترشحناش للشعب هو نتيجة صراع بين الجامعة والوزارة خليت ذولي مردود المنتخب يمكن لا ما نوافقكش ياسر على خاطر الوزارة ما تدخلتش برشا الوزارة عطات رايها والوزير عطى رايه في المدرب مش مقتنع بالمدرب فما عباد فما إطار فني قاعد يخدم على روحه فما ملاعبيه ما نتصورش انا اللي الصراع هذايا هو سبب الاخفاق يعني بالنسبه لي انا اخفاق كبير اللي موجودين الكل فني وفي الجامعه واللي على رؤوس الاداره الفنيه في الجامعه زاد الكل لازم يمشي نشوفوا مع بعض شويه مع سي حافظ حميد رئيس النجم الرياضي الساحلي باش نحكيوا على نقعدوا ديما في الزاويه نتاع التدخل السياسي او الحسابات اللي تصير في وسط الجمعيات بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي توا شنو مصيره بعد الترشح الاداري
ترشحنا. فما اليوم خرجت في بعض الصحف قالوا انه الجامعه لم تتحرى وما تقدمتش بالاحتراز كما قالوا لنا الجامعه قامت الاحتراز بالنسبه للفيفا وما خرجتش معناتها ما قامتش بواجبها باش انها ترجع تونس او ترجع المنتخب الوطني التونسي تعطيه حقه في الانتخاب معناتها في الترشح عفوا لنهائي كاس العالم. الجامعه ما قامتش بواجبها وتوا فما غضب كبير بالنسبه للشارع التونسي ولا حتى الرياضيين. سمعت بها حكايه الجامعه هذه؟ اكيد سمعت بهم. يجي من ماذا بينا كان يوضح لنا يعني حد من المكتب الجامعي ولا حاجه اسكو تدخل ولا ممكن. المعلومات اللي عندي انه النائب رئيس الجامعه تحول لسويسرا بيشوف الموضوع. اكيد انه رئيس الجامعه ما عندوش وقت لانه ليه في البلاتوات يفسر لنا اللي هو ما عنده حتى دخل في الاخفاق. دونك ممكن نائب الرئيس مش المشكله مش غادي. انا مشكله بالنسبه لي مش الجامعه عنده ما عندهش مشكله انه علاش نحمل المسؤوليه للجامعه. ممكن الناس تقول علاش جامعه. اول حاجه السياسه نتاع الجامعه شنو انه ترضي الناس الكل. هذه سياسه ترضي هذه والترقيع ما توصلش في الكوره. نعطيك معناها من الاخر علاش ما توصلش على خاطره مع الجمعيات حبيب الناس الكل وهو ممكن متقوي برؤساء النوادي. واخر تصريح لي قال لا انا بالنسبه لي رؤساء النوادي هما دي ممبر فيديرو. يعني هذا اول مره نسمعها انا. ممكن ما عنده هو بون. ثاني حاجه بالنسبه له جاء في اختيار المدرب. في اختيار المدرب لا مش انا سي يوسف الزاوي. سي يوسف الزاوي اليوم يصرح تصريح خطير جدا بعد ما اختار هو نبيل معلول على حسب كلام سي وديع الجاري. اليوم يقول سي نبيل معلول ما يسمعش كلامي واعطيته اخطاء سامي طرابلسي وما تبعهمش. فين انت فينك دورك يا جامعه في على الاقل توضح العلاقه ما بين مدير فني والمدرب والاطار الفني. انت المفروض انت توضح العلاقه انه يعرف الاطار الفني انه المدير الفني راهو عنده دخل باش انت تجم تصلح الغلطات اللي صارت قبل. لكن هو ما يتفرجوا هما اصلا فاقد الشيء الى يعطيه. هو ما يعرفش الكوره ما احترامي ليه يعني. ممكن هو ممكن بتاتر علاش هما نلوموا الناس وعلاش يحبوا كما قال زبير. زبير كلامه صحيح ما يجمش هو يقيم ما يعرفش يقيم. بتاتر قوي في حاجه اخرى اما في الكره لا. يعني هذاك علاش نطالبوا بالرياضيين. هذاك علاش السيد الوزير يطالب الرياضيين. مش معناها يحب ينحي هو ولا غيره لا. اما فما اليوم وقت نظهر يعني. شوف انت حتى الاسماء اللي طرحهم اليوم سياسه الترقيع حتى هذه شنو مدرب على شر. فهمتيش انا شو معناها مدرب على شر. لا كان رشحتني نعمل لك عقد شنو هذا عمرها ما صارت. انت ما يتفرجش يا اخي ما يشوفش الجامعات الاخرين كيفاش يتصرفوا. ما شفتش النكسه نتاع الجزائر في الكاس افريقيا. الجزائر عملت بريستاسيون في الكاس افريقيا الاخيره اخير من تونس انتصرنا عليها نقطه واحده وهدف برك وقعد المدرب واعطاه اخطائه. واليوم شفت الجزائر ترشحت قبل جوله. يعني شوف احنا مشكلتنا ما يعرفش يقيم خلاف المكتب الجامعي مش عارف ما نعرفوش نقيمه وما نعرفوش نصلحه ديما غلطت لا انت يلزمك تمشي نجيب واحد اخر. مش سياسه راهو كانوا نجموا بعد كاس افريقيا نجي نقولوا مثلا سامي سامي راك غلطت هكا دونك صلح ويصلح ويقعد. وكنا نترشحوا سامي على زوج مباريات عمل 6 نقاط. طيب معنا السي حافظ احمد رئيس النجم الرياضي الساحلي سابقا. اهلا وسهلا بك سي حافظ. السلام عليكم. مرحبا بك. تحيه لكم وللضيوف المشاهدين. مرحبا بك سي حافظ. بدينا نحكيو حينا الحوار اليوم في رجع صدى. بدينا نحكيو على امجاد من حمل 78 الى حدود 2013 نكبه ونكسه 2013 شنو مردود المنتخب وحكينا على حتى التدخل السياسي في السياسات الرياضيه. حسب رايك تقييمك لما يحصل الان بالنسبه لكره القدم التونسيه وخاصه المنتخب الوطني التونسي؟ والله اول ما لاحظته في جل التحليل